وطلبنا السدرة كان هدف العيلة والعشرة حبيتها من أول نظرة وصار المكتوب جوزنا وهدية الحكاية أما رايحة وأمي جاي طلعت لي قصص خباية وشي مو محسوب جوزنا وطلبنا السدرة كان هدف العيلة والعشرة صبيعي العشرة مش عليك انت بقلبي جوا وبرا قلبي تفهم كلماتي والنظرة بتفهم كلماتي والنظرة بس بالمقلوب جوزنا وطلبت السدرة كان هدف العيلة والعشرة حبيتها من أول نظرة جوزنا وبدي الحكاية اما رايحة شي بحياتي يا ما الكلمة بس عندي شغلي ورفقاتي يا ما شرحتلي قالت لي تكرم يا حياتي ومن وقت خصوصياتي ما شفت بنوب أهلين مدام منيحة شو بو؟ مين؟ آه ابنك ايه مو على عيني خلص أنا بخلي قصي يحكي مع المخرج يعطي دور ولا يهمك أهلا وسهلا إلا كان طبعا بيمون على المخرج أكيد أوكي الله معك إنه أنا هلأ صرت مصدر اهتمام الكل والكل بده يحكي معي عفوا مدام زوجك كاتب؟ كاتب قد الدنيا كنت بدي اقلك اذا بتحكي لي مع زوجك ليه بدك تمثلي لا بدي يكون المكان الخاصة ببطل المسلسل ايه تكرم عينك عن جد شكرا كتير لك مدام اهلا وسهلا حاج مبرد يلا حطي لي كريم ميه. يعني والله ما عم بفهم عليكي طيب مو الاصول انه نروح لعندكم على البيت ونطلبك من هنيك لك يا حبيبي بيتنا كان مأجر وبيت أهلي بحمص مو معقول تطلع أنت وأهلك على حمص بعدين نحن هلأ بيتنا عم نعمل هيك ديكورات مو قلت لك هو دوبليكس وكبير يعني بده وقت كتير كتير لكن ليش أنا مستأجرة وقاعدة بالأجار مو شان شغلي أيوة فهمت عليكي اليوم على الساعة 7 بتجيب أهلك أخوك وأمك يعني وبتجي بتطلبوني هيك بقعدة مطعم عشا راقية يعني بمطعم لك ايه مطعم حلوة قاعدة راقية هيك منقعد ومنحكي وبتطلبوني بشكل رسمي عم قلك بيتنا عم يدوكر عم نرممه يعني دوبليكس بياخد وقت كتير ما بعرف بس يمكن اخي قصي ما يوافق ليش اخوك اللي بده يتجوز يا بعدي ولا انت شو هالحكي ساعة بدي يسأل امي ساعة بدي يسأل اخي يي شو هالقصة رجال انت ولا مو رجال ليك أحمد أنا ما بحب الرجال التشتوش تبع بده يسمع كلمة أمه يسمع كلمة أخوه ما لك كلمة بيبي شو عم تحكي أنت أنا رجال وقت حالي وأنت بتعرفي هذا الشيء أي ممتاز معناتها اليوم على الساعة 7 حبيبي 7 عطيني عنوان بيت أخوك عنوان بيت أخي وشو بدك بعنوان بيت أخي ضروري أي طبعا ضروري طيب خلص هلا بحكي مع أخي قصي مشان يخبره لك من شوي كنت عم تقلي انك رجال شو من شان ما بتموت تعطيني عنوان بيت اخوك اسمعوا على السماء لك شو هالحكي اللي عم تحكيها قال ما بمون انا اللي بمون اي هاتوا للعنوان
خليني روح أعمل لها سوربرايز لسلفتي. طيب ماشي، بس ايمتى بدك تروحي؟ هلا بشوف، يا اليوم يا بكرة على الأكيد. هلا يميني من الحكي كلياته. دخيل جمالك، شلونك اليوم؟ ميرسي. يا عمري انت. امي كيف يعني هدول الجماعة ما بيقدروا يستضيفونا عندهم بالبيت؟ امي هي البنت في من وراها شيء. طيب خليه يجي لعندي بكرة على المكتب وانا بتفاهم معه. الله معك. الله معك ماما. لا ما شو ابو عبدو، شو عم تساوي هون انت؟ عم نظف استاذ. ابو عبدو اطلع من خليتي احسن ما تفشش فيك. ها حاضر استاذ فورا. ها تعال 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 تعال. انت مو مره قلت لي انه في عندك رفيق ساكن بالميدان؟ ايه صحيح استاذ. طيب بدي اسال على الجماعه بالميدان. ايه فورا جاهز انا استاذ، بس وين بالضبط؟ لانه استاذ الميدان كبير عد لقلب، يعني عندك نهر عيشي، دحاديد، بياض رنادير، ابو عبدو نهر. نعم استاذ. رح اسالك على العالم، اعرف شو اسمه وين ساكنه، وانت بدك تدر لي على القصه. ماشي. بس هي القصه بدي اياها على السريع بدون شوشره. حاضر استاذ، خلص حاضر حاضر. نعم. حاضر يلا. ريما وين شاردة؟ لا ولا شيء، بس الصبح رولا اتصلت فيني واخذت مني رقم جودي. مين جودي؟ جودي الكوفيرة؟ لك حبيبي، لك وحياة عيونك عندي. لترجع المصاري وترجع ايامنا احسن من قبل لسه. بس فكي يا انتي ودعيلي، ما بدي اشوفك هيك زعلانة، فهمتي؟ ان شاء الله. بدي اشوف امك وقتها هي ولا شو رح يكون موقفهم. يلا روينا روينا. رايقة. ماشي. مشان الحسابات هدول ايه؟ اخي الجماعة عندهم ظرف وما بيقدروا يستقبلونا ببيته. هات فهمنا شو هالظرف انا وابو عبدو بدنا نفهم. عم نسمعك استاذ تفضل. طول بالك ابو عبدو. شباب اخي هدول كان عندهم بيت بالميدان وعم يدوكروا لانه كانوا مأجرينه وشكلهم بدهم يجوا من حمص مشان يستقروا. ايوه والله اخوك بيده حقه. اذا انا عم بحكي غلط هي ابو عبدو، اذا جماعه مكركبه اموره مستنى شوي ما انا مستعجلين. والله يا اخوك عم يحكي مدوزن. هو عم يحكي مدوزن ابو عبدو. هلا انا مشان شو جايبك لهون؟ مشان تكون صلحة انا. خلصنا بقى. شرف استاذ. اخي انا مستعجل بدي حل هالقصص كلياتها. على شو مستعجل؟ على شو؟ على النكد؟ على وجع الراس؟ قل له ابو عبدو. وينك معلم؟ الله وكيلك لجلطة واحدة بوحدة، ما كثير بنصحك يعني. اي علينا على القصة. ابو عبدو خليك محضر خير. يلا سيدي يلا. انا شو بعمل لك اخي؟ إذا أنت عاطي وش لرولا؟ شو بعمل لك؟ والله أخوك عم يحكي حق. هلا أنا عاطي وش لرولا؟ رجال انت، لك اذا على بيتها ما بدها تستضيفنا شلون لبعدين؟ والله يا اخي احمد اخوك عم يحكي مدوزة. انا طيب خلصنا. انت مع مين ولا معي؟ صلحة انا صلحة. وتفضل اخي انا طولت بالي كثير، اذا ما بدك تروح معي انا رايح اطلبها لحالي. والله يا اخوك على حق. مجنون بيعملها؟ مجنون مو مجنون، انا حاجز الطاوله بالمطعم منشان يجوا اهلها ونطلبها. كمان اخوك على حق. لك ليك هالحكي يا ابو عبدو، بدنا نروح نطلبها قال بالمطعم. لك شلون هيك شلون؟ بعدين شلون انت بتحجز طاوله؟ ليش مو بيت لحمها كنا بيعزوا؟ والله اخوك عم يحكي مدوزن. ها ابو عبدو هي انت غلط فيها. هلا بالله لك يا اخي منشان قيمتك ومركزك واهتمامك ما حلو يعني. والله اخوك على حق. يا اخي هالجوازه ما عجبتني. والله اخوك عم يحكي مدوزن. ها ابو عبدو. ايوه ابو عبدو انت شو عم تعمل هون؟ سعيد شو عم تسوي؟ والله شابو سادة لما حلوه. يلا حاضر حاضر استاذ. شو اخي خلصني. شي كثير طيب هالبتيفور. بتيفور هاد ولا معمور؟ شو ها؟ كتير 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 طيب. صحة وهنا على قلبك تقبشيني.
ليكي أنا كتير كتير حبيتك، أنت حبيتيني؟ إيه طبعاً حبيتك لكن. يا سلام، معناتها كتير كتير رح نتفاهم مع بعض، واليوم كتير كتير ضروري وجودك. اصحك ما تجي مع قصي، لأنه اليوم أحمد رح يطلبني بشكل رسمي، يعني عرفتي كيف؟ وبكرة بس اسكن عند حماتي، يعني حماتك. منصير هيك منروح ومنجي منزور بعضنا، يعني يوم عندي يوم عندك. إيه لكن أكيد بنصير رفقات وأعز إن شاء الله. لكن كلي كلي معمول كتير طيب. إيه تقبشيني. ولي شو هاد؟ هلا هي بدها تصير سلفتي وبدها يعني تصير رفيقتها؟ امبوسيبل، ومن سابع الامبوسيبلات. نيو القريضة، وليش هيك مأنزعة وشايفة حالة؟ يعني فكرة حالة كتير حلوة يعني؟ إيه لولا علبة مكي كانت الحالة بتبكي، ما في أحلى من الطبيعي. عشان بيبي عشان شي مو معقول اللي صار اليوم. لا وشو سايرنا لأحمد وطلبنا له إياها بقعدة عشاء. يا محلى الجوازة عالنت. عن جد معك حق فعلا. شو هالروحة؟ أنا ما بصدق لك، يخرب بيتهم كيف صاروا يطلبوا مثل اللي مو شايفين شي بحياتهم. أنا بحياتي ما مرق علي هيك عالم. ما عم صدق أخي ناسب هيك ناس. ما عم صدق بالله. ايه شو فكرك حبيبي؟ كل العالم تتجوز مثل جوازتك؟ ما فهمت. يعني بدك اخوك يتجوز وحده مثلي هيك حلوه وكابر متعلم وناس ومثقفه؟ ايه مستحيل. انا في مني وحده بس، ما في اثنين. ايه دخيل اللي واثق من نفسه انا. بيبي اكيد طبعا انا واثقه من حالي ومن جمالي، لكن مو مثل هي. يخرب بيتها شو شرشوحه يلي بدها تصير سلفتي. انا ما عم بتخيل كيف بدها تصير سلفتي. شو هاد؟ وين هي وين انا؟ وين أهلي وين أهلها؟ وين رايح؟ عم بحكي معك. بدي نام. شو العالم الشرشي حي؟ أنا بحياتي بقى ما قعدت مع عالم هيك فجعاني. يا حرام يا أحمد على هالخبصة اللي خبصتها. يي ونسيت قلك. أي مثل ما عم بقلكم، وأنا لو عرفانة ما بطلع من البيت. بس يا احوان انت البديكور والمانيكور والسشوار والميك اب يلي عملت لي اياهم جودي. جودي؟ ومين هي جودي بقى؟ ليش ما قلت لي؟ خير ان شاء الله. صار عندي ماكيره وكفيره بتشيل لهون لنص البيت، بتعرفي يعني انا هلا صرت مصدر اهتمام الجميع، يعني لازم كل نهار يكون مرتبه حلوه. عن جد عم تحكي رولا؟ عم تمزحي؟ اكيد عم تمزحي. ليش شو الغريب؟ رولا بتستاهل كل خير. مرسي تانت، كلك ذوق. يا عمي العز للرز، نحن قد لرولا خانم عز وجاه ومال ونصوص والقبض باللي ما بيتسمى. والعوز برب الفلق. هي اكيد ماما، انا قلت لها تيجي مشان احكي لها عن شرشحت مبارح. الله يسود وشك يا سلفي. انا بنتي تقعد مع هيك مستويات؟ اهلا وسهلا. اماني ما تاخذوني يا جماعه. ماما رؤي ما بتتعصبي هيك. معلش انا انبسطت امبارح اني رحت مشان ورجي قصي وامه قديش انا حلوه واكابر وبتعز ودلال. حبيبتي ليش بيوصلوا لمستوانا؟ اهلا وسهلا. صدقوني مشتاقت لكم من كل قلبي. حبيبتي عن جد هاد النهار كتير حلو، كلياته مفاجآت. شو؟ بدنا نروح على الشيراتون ومدري شو، آخر شي بيقفلوها هو وعروسته بالبيت؟ لا شو؟ قال أبوها بيبني بنايات ومحاضر وفلل. إيه وشن هالوش؟ يلا، المهم ماما ما إجت، كانت فتحتنا. روحي مو هون المشكلة. المشكلة قال هنن ما لقوا صالة يحزوا فيها، وما في غرف بالأوتيل. إيه ماما كانت رح تنجلط وبنفاتت وشافتهم. خلص روحي شيليني من هالعرس بقى، أنا كتير تعبان ولازم روح نام لأنه اليوم كتير كان صعب. يي مو قدي أنا اللي تعبانة، بس بتعرف شو قصاي؟ أنا كنت كتير مبسوطة بهالعرس، كنت مصدر اهتمام الكل، ما حدا عبره للعروس، كلياتهم صاروا يتطلعوا فيه معجبين فيه.
يعني الواحد يحكي كلمة حق. أنا كنت أحلى وحدة وأشيك وحدة وألز وحدة، مو هيك بيبي؟ هيك بيبي. بيبي وين رحت؟ عم بحكي معك. بضلني أحلى من الكيل. خلص حفظته، منجيب الرز ومننقعه، ومنجيب حبات الكوسة منحفرهم ومنقليهم. تمام. يو كمان نحشيهم لحمة وبصل؟ شو هاد؟ إذا هيك معناتها أنا بتجهز الحشوة قبل ما أساويها. أيوة. شو كمان؟ خليني نشغل الفيديو أحسن لي. يا سلام. أيوة يعني بضلني عم حرك لحتى تنكسر إيدي؟ شو هالطبخة يا؟ داخل إيه؟ بس لا، أنا وسيم قالت لي قلب الرجل معدته. شلون هيك؟ كمان أم ليلى قالت لي ما بيركض للرجال غير الولد. يعني هلأ أنا أجيب له ولد ولا أطبخ له؟ خليني أطبخ. صباح الخير مدام نورة. وينك لهلا؟ صار لي ساعة بعتي وراك، أكيد عم تحوس هون وهون مثل العادة، ولا عم تتنصت على الجيران؟ أعوذ بالله يا مدام، أنا اللي تم ياكل مالي تم يحكي. المهم هلا بتروح بتجيب لي كيليين كوسة ونص كيلو لحمة مفرومة، تعمل الشيخ المحشي، لا تطول. على عيني مدام، الله خلينا ناكل. لحظة لحظة. جرادي، حواليك حدا بيطبخ شيخ المحشي؟ لا والله ما بعرف حدا يا مدام، وأمي الله يرحمها علمتني حرف المحشي. الله يرحمه. يلا روح ولا تتأخر. ايه يلا الله يخلينا لكم. مينا يعني ليش ما في حد يجيب لي هلا طبخة شيخ المحشي وخلاص؟ ليش ما عم تطلع؟ يا الله أنا شو دخلني بحفر الكوسة؟ ورطت حالي بشغلة مالي فيها. يا ريتك يا مرت عمي قريبة. يا الله ما أشترك بهالأكلات. أحسن شي روح لعند أم ليلى. ماما مرحبا. شو بك تفاجأتي كأنك شايفة عفريت؟ لا ماما أهلا وسهلا، فوتي فوتي. ما كنتي رايحة؟ كم بدي روح عند طنط أم ليلى لحتى تساعدني بحفل الكوسة. بدك تساوي محشي؟ لا أشوف المحشي يقبر قلبي قصي مشتهية. خلص ولا يهمك تقبريني، هلا بساعة زمان ساوي لك أطيب شيخ المحشي. عن جد ماما؟ يلا لا يحرمني منك، بس ليش كأنك مزعوجة؟ من اختك وجوزها هلكوني، قالوا لنا ونقارن ايه، تركت لهم البيت واجيت لعندك قضي كم نهار. حرداني. الله لا يحرمك الهبل تقبريني. ماما ولعيه حبيبتي، الحردانه بتكون حردانه من جوزها مو من بنتها وجوزها. ايه طب يلا خلينا نلحق الطبخه. خلص هلا بغير ثيابي ومنبلش على السريع. مين جاي لعندك؟ ايه اكيد جودي، نسيان انه اليوم موعدها. هي الكوافيرة تبع أختك ريما؟ اللي كانت تبع أختي ريما، هلا هي الكوافيرة الخاصة تبعي، رح روح أفتح لها. أيوة الله يرحمك يا ذكرى. يوم لك ويوم عليك، مش كل يوم معك. شفتي أمك ريما خانم؟ منيح اللي عم تشوفيه عم يصير قدامك. ليك راحت لعند أختك. طبعاً عنا شو بدها تلاقي؟ العز كله خلص. لو أي اللي بقى تحكي عن ماما هيك؟ لك ليش شو بينحكى غير هيك يا ريما؟ خلاص فتحي عيونك، لك شوفي وين رايحين؟ لك عيب عليك لو أي؟ هاي حماتك وخالتك بنفس الوقت، بعدين هذا مكان لحتى نتفاهم فيه؟ اوعك تفكريني مزعوج، بالعكس أنا كتير مبسوط إنه عم يصير هيك. بس لازم الكل يعرف لما راحت أيام العز والفت صار له أي كخ.
ليش مين اللي قلب حالنا؟ مو انت السبب؟ لسه كل شوي بتهتيني بالموضوع صار وما صار. شو انا ولد صغير يا ريما؟ والله اللي ما بده يحسب لقدام بده يتحمل النتيجة. لا لا، انت زودتيها كتير على فكرة. اصلا ما حدا عم يعبي براسك غير امك. انت شبكي حالك مقلوب؟ يكون بعلمك انا بعرف منيح انه امك صارت تفضله لقصي عني من وقت ما صار معه مصاري. انا ماني ابن مبارح. لؤي انا ما بقى اسمح لك ابدا تحكي عن ماما هيك، فهمت؟ بعدين الحق علي اللي عم ساعدك بالمصروف. ساعديني بالمصروف؟ لك انت جنيتي؟ اصحي شوي، البوتيك اللي عندك هاد انا اللي جايب لك اياه. لسه كل شوي بتهديني وترجعي بتفتحي الموضوع. ريما لا تخليني جن قدام العالم. لك شبك لؤي؟ شو صاير لك؟ بغض النظر عن كل شيء انا ما بقى اسمح لك تحكي معي بهي الطريقه. خلاص انت صاير انسان عديم المسؤوليه. روح يا نكاره. نكاره مثل امها. لمي بدها تطلع اصلا؟ بسيطه يا ريما. تعرفي روحي من اطيب الاكلات اللي باكلها بحياتي. شو ان شاء الله الف صحه وهنا. بس يعني انت الحق عليك هالاكلات الصعبه اللي بتحبها قول لامك تطبخ لك اياها وتبعث لك شيء سكبه. شو بعرفني ما اخطر لي. ماما تركي الجليات وتعي اشربي شاي. صب لها شاي. بس لا تجي. يلا اجيت. كيف حماتي؟ ما اسرعك ماما. يعطيك العافيه. الجليات انت بتجليهم. شو الحكي؟ الله يعطيك العافيه يا حماتي. مخلي لي سهري. شو الشيخ بحشيها؟ شو عم تعمل حماتي؟ حبيبي كل ما بتشتهي اكل قلي عليها قاعده. انا ما عندي شيء بطبخ لك وبطعميك. أنا ما قلت لك؟ لا. ماما حردانة وجاية من عند ريما ولؤي لأنه داخل أمنهم عقد ما بتخانقوا. قالت لحالها خليني أقعد عند بنتي رولا وأقعد سليهم وأطبخ لهم وأجلي لهم. صدر البيت إلك حماتي، العتبة إنا. لك تسلم لي يا صهري. تقبريني. هي مين بده يجينا هلا؟ أمي بيبي أمي افتحي. مرحبا رولا. اهلا ريما تفضلي فوتي. استقبلوني كم يوم؟ اي لك بس خير. شوفي شو صاير معي. مرحبا كنتي. اهلا مرت عمو. تستقبلوني عندكم كم يوم؟ اي لك ولو شو اكيد متناطفه هي وجوزها. ماما اكيد صاير شيء بينها وبين احمد وفرح. أنا مالي عم بقدر أتفاهم معك أنت الجديدة منوب. والله رح تجنني. بسيطة ماما بسيطة. أنا رح أخلي أحمد يبوس إيدك ورجلك. لا أتقبري ما بدي مشاكل منوب مع أخوك. قلت لحالي مشان هيك بدي كف مغيب كم يوم بركي بتروق فرق خانه. لا يخرب بيتها ما له حق بنوب. والله أنت يا مرت عمي ما في منك طيوبة وحنونة وبتتقلي بالذهب. تقبري قلبي يا رولا شو إنك مرباية وأكابر. تسلمي يا ست أم قصي. وانت كمان ما في منك يعني تربيتك لقصي بالمكفى لك هذا الغالي هاد. هيك كان لؤي قبل ما يصير فقير غالي كتير. هلا عم بتدافعي عنه؟ شو كنتي عم تحكي عليه قبل شوي؟ انه رفع ايده عليكي وكان بده يضربك وتركتي له البيت ومشيتي. كمل ولا بكفي؟ ليش شو خليتي ماما؟ فضحتي كل شيء بإشي تحكيه؟ كتر خيرك. يا الله ما بتتخيلوا قديش مبسوطة فيكم أنا وقصاي. حبيبة قلبي. بيبي أنا ماني مبسوط، اشتقت لي. قصاي ما بصير هلا تحكي هيك. فهمي علي هلا، بس قوم تلحقيني فورا. قصاي، رولا، إذا بدكم قوموا ناموا، خذوا راحتكم، البيت بيتكم، نحن مو غربة. بيبي، نحن لازم نتأقلم على الوضع الجديد اللي نحن عايشين فيه. عن جد؟ يعني ماما ضاجت شوي من ريما ولؤي قام اجت لعنا، حتى ريما ضاجت شوي من لؤي ليش عصب عليها قام اجت لعنا، حتى امك لا تكملي لا تكملي، حتى ماما طفشها احمد ومرته لحتى اجت لعنا. يلا ماشي الحال، على العموم يعني انا بيتي مفتوح للكل وانا هلا مصدر اهتمام العائله. قصدك بيتنا؟ نحن الاثنين مصدر اهتمام الكل بسبب الوضع اللي صرنا فيه. يعني إذا قلت بيتي ولا بيتنا شو فرقت قصي؟ ليش هيك صاير قاعد لي على الحرف أنت؟ زعلت منك. لك لا روحي لا، شو تزعلي مني؟ أنا لأنه بدي أحكي لك حكاية جديدة. جديدة؟ طخ. احكي لي. هاتي رولا بدي دخن. لي ساعة عم دور على القداحة وينها؟ علينا. ورايحة؟ رايحة
اعطيها القناحة وارجع. لا طولي، بدي احكي لك الحكاية. هات لشوف، احكي لي الحكاية الجديدة. من وين بتحبي نبلش؟ وين ما بدك بيبي. قصي تقبر قلبي لا تواخذني، بديك دقيقة. وين رايح؟ بدي اشوف ماما. طيب لا تطول، بدي اسمع الحكاية. أكيد دينا هلا وقتهم. جاهزة بقى تسمعي الحكاية؟ جاهزة. غمضي عيونك. قصي رولا قوموا سهروا معنا. اي والله القعدة بلاكن مو حلوة. وأم قصي وريما استحي يقولوا لكم، قلت لهم أنا بقول لهم قوموا يلا بلا غلاظة أنت وياه. تشامت منا لهالحكاية. وأنا كمان. يا ميت أهلا وسهلا بجيراننا، والله نورتونا. بالمهلي رح قوم ساويكم فنجان. لا أيوة، شو أنت تساوي لنا قهوة؟ أمي رولا، أمي ساوي قهوة عن أمك معقولة؟ أيوة، شو في فرق بين البنت وأمها؟ كلك ذوق طاط أم ليلى. يعني الحقيقة أنا من مبارحة، من مبارحة هاي بس بدي أجي أعملكم زيارة. مو معقول، مو معقول، بسلطة بحروة، أعذروها يا جماعة لا تواخذونا. خير إن شاء الله. يعني قلت لحالي شو صاير عن جارتنا رولا؟ أول شيء إجت لعندها أمها ومعها شنطايتها، بعدين أختها ومعها شنطايتها، بعدين إجت حماتها ومعها شنطة، لا يا ربي معها كيس ما معها شنطايتها، فأكيد في إلنا بالموضوع بقى، احكوا لي في إلنا ما هيك؟ ما شاء الله عليكي أم وسيم بالتفصيل الممل. فعلاً تهتمي بأدق التفاصيل. دخليك تعرفي البراند اللي كنت لابسته شو؟ لكن حبيبتي إسفان لورا. مزبوط معروفة. رح تنفلج وتفقع مرارتها بس بدها تعرف ليش مجتمعين ومشان شو. مو مشان شي، بالصدفة فيها مشكلة. هنا نجتمعوا عندي لحتى يريحوني على الآخر، مو هيك؟ هيك. ايه تتهنوا، تتهنوا إن شاء الله. ريما رح تعمل القهوة لأنه ما عم تخليني أعمل شي، مو هيك ريما؟ إيه طبعاً حبيبة قلبي، كرمال عين تكرم مرجع عيون. أخي إنا بالموضوع ما نكشفتيهم شلون فاتين ببعضهم. تعرفي جوا الله يرحم أول سنة زواج، صحيح مادياً ما كنت مرتاح بس كان بالي مروق مبسوط. أنا صار معي شوية مصاري، كترت الهموم وصرت مركز اهتمام الكل. ايه بدك تتعود، قال صاحب المال على طول تعبان. ما قلت لي شو محضر لي مادة دسمة؟ صدقيني هاليومين ما فضيت ابدا، اما رايحة وامي جاية واختها عندي حردان. شو تركت تأليف الدراما وصرت مؤلف اغاني؟ لك لا مو هيك، بس عم بحكي لك الوضع اللي صاير عنا. متخانق انت ولا؟ لا 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 ما في مجال للخناق، عجقة كتير عنا. الله يكتر المحبين. طيب شو رأيك نشرب قهوة على رواق ونحكي بالشغل؟ وانتي قلتي أحلى فنجان قهوة على رواق يا أبو توذ. أنا من امبارح قلت لك إنه القهوة خالصة وأنت ما رديت علي. توذ إيه والله طنشتني يعني. توذ تعرف شو؟ والله أنا وجعني قلبي عليك كثير يا توذ وقلبي معك. شو بدي ساوي يعني؟ الشهرة بدها ضريبة، يعني بتدفع ضريبة إجباري عنك التوذ، وطالما أنت يعني بموقع الاهتمام فبدك تحمل. شو بدك تساوي يا التوذ؟ أنا فرانكا التوذ حاضر. صار لازم تشدوا لنا حيلكم تجيبوا لنا صبي. صبي؟ بس أنا ما بحب الصبيان، أنا بدي بنات. لك مو هون المشكلة، المهم تفرحونا ببو. يعني قلتك بصير بحبني أكتر؟ إيه شو بحبك أكتر وبيتعلق فيكي وبده يصير خاتم بإصبعك، بس أنت اسمعي كلمتي لا تتدخلي فيه ولا بشغله، لعين لا تكوني حشورة، مفهوم؟ مفهوم. حبيبتي الرجال ما بيربطوا لا ولد ولا بنت، سأليني إلي بعدين أوعك تفكري تحبلي وتجيبي ولد. ليش بقى؟ لك يا غشيمة هلأ أنت فرحانة بالمصاري اللي صاروا معكم؟ ليكو جوزي بيوم وليلة روح الملايين. تصوري عندي ولد منه وهلأ واصلة بيناتنا للطلاق، شو رح يصير؟ شو يعني؟ يعني فتحي مخك وقوعك تتورطي.
طب فهميني يعني هلا شو اللي بربطه للرجال؟ قلة الاهتمام والتطنيش. حسسيه انك مالك مهتمة فيه وطنشيه، بصير بتعلق فيكي، بيتشاكر وبصير بده رضاكي، ويا ستي بصير خاتم بإصبعك. ايوه ماشي. شوفي حبيبتي، لازم تسألي وتعرفي عنه كل شيء وشو عم يشتغل، وأهم شيء أهم شيء لازم تتدخلي بكل شاردة وواردة مشان ما يصير فيكي مثل ما صار بأختك. يو أعوذ بالله، مش برا وبعيد. بعدين ليكي ها، اوعك تعطيه على هوا وتلغي شخصيتك قدامه. لازم تحسسي دايما انك انت بتعرفي عنه كل شيء. ليه؟ لك شو ليه؟ لانه الرجال بس يصير معه مصاري بتطلع عينه لبرا. لازم يعرف انه مرته لاحقته على الدعسة، بس يعرف هيك ما عاد بيتلحفس قدامه وبيصير مثل الخاتم بإصبعه. عم تفهمي؟ خاتم بإصبعه؟ شوفي شو صاير؟ لك امي، انت بدي افرح لك بولد انا؟ امي طولي بالك، الله كريم. صار لكم سنه متجوزين، لك لا تكون ولا ما بتجيب اولاد؟ لك لا شو ما بتجيب اولاد، بس نحن مجنين الموضوع شوي. طب ليه انت؟ ليكون هي ما بدها اولاد. لك لا امي، بس الاولاد مسؤوليه، إيه ما بدها تتحمل هي المسؤوليه. لك بالعكس بالعكس امي، خليها تحل عنك، بكره اذا جابت ولاد تركز وبتحس بالمسؤولية. النسوان ما بينعطوا وش، خلي مسؤوليتها محصورة بالبيت والطبخ والأولاد. والله جبت إياه لك. ذكريته صحة وهنا. على قلبك روحي. شوف قصي، أنت ورولا واحد، وإن شاء الله بتضل واحد كل العمر إن شاء الله. يلي بدي إياه انه يضل سركم مع بعض، لا يطلع لبرا لانه الناس عينها ضيقه. يا مرت عمي صر شو؟ اي ما في بيناتنا اسرار نحن. لك يا حبيبي يا عمري، ممكن شغله صغيره هالقد تخرب لكم حياتكم. خلي سرك مع مرتك، لا تخبي عنا شيء. على راسي. الله يرضى عليك. خلص وطي صوتك اللي بيسمعونا. بيبي داخل ايه بقى؟ وانا داخل اكتر منك. وانت كمان بتروح من الصبح ما بترجع لاخر الليل، لا عم بعرف عنك شي ولا عن شغلك. كأنه انا اذا طلبت منك شي بتستعيني بامك وبجيران، ايمت بدك تصيري ست بيت؟ بس قصي انت بتعرفني ان انا ما بحب اشتغل بالبيت، يعني شو هالجديد يعني اللي حكيته؟ وانت بتعرفي انا كل شغلي كرمالك وكرمال عيونك. بتضحك علي؟ تعي نجيب ولاد. بكير ولا مو بكير؟ بلا بيبي مو وقتها هلا بكير. انت في حدا عم يعلمك علي؟ وانت كمان في حدا عم يعلمك علي؟ اوف يا بس يا يعني كده حاجه مؤقته. يا الله كل ما بتفرج على مسلسل بالضحك. زبدك هي هي البطل هي 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 ما بتذكرك بمازن جارتنا؟ كثير بس هي احلى منها. طبعا احلى، هي نفخ وشد. ايوه لهالدرجه ماما؟ صحيتي نفخي انت ولا؟ معقوله قصي ورولا ناموا؟ شو بدك فيهم؟ بعدين ليش بضلوا نايمين؟ انا ما بحطهم بزمتي. خلصتي قلتي بالمسلسل انت حاج تروحي تجي تروحي ان شاء الله مرتاحه. ساي خلص روق، لا تزعل بيبي، كلياته يومين امك بتروح على بيته وريما بتروح لعند لؤي. ليش انك ايمت حابه تروح؟ خلص بيبي بلاقي لها حل. رولا تعي اعطيني حبه وجع راس. جاي ماما. ساي حبيبي قوم سهر معنا، طول النهار بشغلك ما عم شوفه. يلا ماما جاي جاي. يا رولا خلي قصي ينزل يجيب لنا بوشة ونتسلى بالسهرة. تكرم عينك. على عيني. الست فرح لستك امك يا واطي؟ يا قليل الاصل؟
ان شاء الله ما تجي اليوم وتصالح امك. اليوم بتجيب مرتك لعالبيت لعنا وبتصالحها لامك، فهمت؟ ان شاء الله ما تجي. ها نقلع من خلتي. شو هالاهتمام الزايد من الكل؟ والله هلكوني رح طوب. هاي حلينا اول قصه، نشوف الثاني. ايه ابو اللول كيفا؟ اسمع شو بدي اقول لك. لساتنا مثل ما اتفقنا؟ يعني انا عملت جهدي مع امك وريما، ان شاء الله يمشي الحال. ان شاء الله روحي، ان شاء الله. تعبت انا. بيجي الفرج. واخذ لي كمبيلا ونفضها النفضة العجيبه، جاء فرج من ايطاليا، طلعت تاخذ العائد. هلا جاي تاخذ امها، خليها يومين كمان. شبنا خوصاي، شو مستعليك الهلاقات؟ جاي صالح امها. شو هالولد اللي عندك؟ مرحبا يا جماعه. اهلين. مرحبا يا مون. الله يسلمك يا اخي، بعرف والله انك زعلان، يعطيني ايدك ابوسه. واصلي. انا اسف يا عمو، اسف بعتذر منك. وانا مرتاح؟ مرتي الله لا يوفقها، اجت امها واختها من حمص وقضيناموا عنا الليله. وما رضيت تجي، ما بدها يعني صالح امك. وبتعرف اهلها ما بينطاقوا. فقلت بجي وبسهر معكم وبنام عندك الليله يا اخي. شو؟ شو اخي؟ قال بدهم ياخذوا راحتهم ويسهروا للصبح وما بعرف شو، فقلت بيجي لعندك. وانت سكتت لها؟ ما شاء الله شو رجال. شوفوا مين، شوفوا مين. انا رح افتح. طلع الان انت ومرتك ها؟ عبدانه شو عامل يعني؟ اهلين وين؟ كيفك؟ مرحبا يا جماعه. هلا بنقول تعالوا ظهور محلي. انا لا تواخذوني يا جماعه التاخير، بس كنت بالمخفر. مخفر؟ ايه بالمخفر. لك فوق كل مصايبي وكمان انسرقت سيارتي. هي فداك يا عمري، المهم انك بخير. شفت لوين وصلت ووصلتنا؟ سلامتك يا قلبي، انت منيح؟ حبيبي انا منيح وليكني مثل الفل. الحمد لله على السلامة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خلص لك، خذ مرتك وروحوا تصالحوا وهيك كنوا على بعض. والله كان ودي يا عديل، بس شكلنا رح نتصالح عنكم. ليش ليه؟ بقى؟ ليه؟ لأنه سرقت السيارة ومفاتيح البيت فيها. ايه معلشي ريما، أكيد أنت معك مفاتيح البيت صح؟ لا أنا طلعت من البيت معصبة كتير ونسيت المفاتيح بالبيت. عن جد؟ بقى رح نقضيها عنكم وبعدين بنشوف شو بدنا نسوي. ايش شو علي؟ بيت الدي بساعة ألف سنين. لكن يا جماعة شايفين هاللمة الحلوة ما أحلاها؟ اليوم لازم نحن نعمل أحلى حفلة. قوم صالح مرتك وانت قوم صالح امك. اليوم الحفله للصبح، للصبح اليوم الحفله، بدنا نحتفل للصبح اليوم. ايه؟ للصبح. عدي لحط لكم اغاني. نامو مبسوطين؟ لا لا لا. وصلنا وطلبنا السدرة، كان هدفي العيلي والعشرة، حبيتها من أول نظرة وصار المكتوب. جوزنا وهدية الحكاية، أما رايحة وأمي جاي، طلعت لي قصص بخباية وشي مو محسوب. كان هدفي العيب والعشرة، من أول نظرة صار المكتوب. مكتوب جوزت وبديت الحكاية، أما رايحة وأمي جاي، طلعت لي قصص مخفاية شي ومحزوب. بشعل لك أصابيع العشرة، انت بقلبي جوا وبرا، تفهم كلماتي والنظرة، بتفهم كلماتي والنظرة، بس بالمقلوب. انت اغلى شي بحياتي، بس عندي شغلي ورفقاتي، قالت لي تكرم يا حياتي ومن وقت خصوصياتي.
بلاش بنوب.